محلي، بل تجاوزنا ذلك إلى الاهتمام بشأن دولي معقد ومتشعب، وتعتبر القضية الفلسطينية موضوع اختيارنا لهذا الملف، وأهم الاعتبارات التي دفعتنا لاختيار هذه القضية متعددة، نذكر منها ترسيخ حقائق الذاكرة التاريخية وتنمية الوعي والحس القومي لكل دول العالم، نظرا لما تشكل هذه القضية من تهديد للوجود العربي والتحكم في قدراته وحضارته. لقد أصبح الواقع المعيوش في ظل عالم يقوده الأقوى والمهيمن وفرض سياسة القوة لصالحها، لكن الحكم القوي لم يسد يوما في التاريخ الساحق إلى الآن، فلا بد أن يستيقظ العالم الحر ويرفض السيد المطاع. فكم من دول كثيرة هزمت وانهارت بعد أن مرت بحقب سيطرت بها على العالم. صديقتي، أن هدفنا الرئيسي هو تنمية الوعي الاجتماعي والحس النقدي، فمنذ أكثر من قرن والقضية الفلسطينية تراوح مكانها، حيث أصبحت وبدون منازع المشكلة العالمية الأولى التي أرقت وتؤرق المجتمع الدولي، وكانت السبب الرئيسي الذي أشعل حروبا إقليمية ضروسا ومسرحا لتصارع القوى العظمى، مما ولد نار الحقد والضغينة بين اليهود والعرب. وكان ذلك بعد وعد بلفور المشؤوم الذي أعطت بموجبه بريطانيا حق للكيان الصهيوني حقا في تأسيس وطن قومي داخل فلسطين. إذن فما هي جذور هذه القضية؟ وكيف كان رد فعل الفلسطينيين لمواجهة التمركز الصهيوني؟ وما التطورات التي عرفتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية دولية لم يتمكن المجتمع الدولي من حلها؟ القضية الفلسطينية اللي خصني كيتحدث عليها الآن العالم كله ماشي غير العرب، وكما كيشوفوا دابا هذه القضية الفلسطينية عطات واحد أشعة كبير في العالم، لأن كيتعرضوا بزاف ديال العنف، اللي هو عنف ديال النساء وعنف ديال الأطفال، هما كيتسموا أطفال ديال الحجارة. وحنا كمغاربة وكعرب، أول حاجة كعرب ومسلمين، حنا حتى حنا كنحيوا فيهم هذه الروح هذه. لكن الكريم اللي خصني نقول لهم، واخا حنا غادي ندعمهم غير دعم معنوي ماشي دعم مادي ولا شي حاجه، الا الكلمه الطيبه والجميله انها كتساندهم هذا راه فيه كفايه. يعني حنا كعرب كنفتخروا بالشعب الفلسطيني. والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله. القضيه الفلسطينيه ليست قضيه الشعب الفلسطيني لوحده، بل هي قضيه الشعوب العربيه باسرها من الجزيره العربيه مرورا بالمشرق العربي وصولا الى المغرب العربي الكبير، وهي قضية كل أحد وقضية كل مواطن داخل موطنه، وقضية سلام بالنسبة للبشرية جميعا. في نظرك شنو الحلول اللي خاصنا نتخذها الدول العربية باش تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني؟ هو الاتحاد ضد الكيان الصهيوني في نظرها هي الأساس، لأن الكيان الصهيوني هو قوة وتكالب قوى رأسمالية على النظام أو على الشعب الفلسطيني المهان، وبالخصوص الحركات المجاهدة، حركة فتح وحركة حماس وحركة القسام، التي تحاول إخراج الشعب الفلسطيني من هذه البؤرة أو هذه البئر الذي حفره، وللأسف بعض رؤساء العرب. وأطالب جميع الشعوب، وأطالب المنظمات الحكومية والشعوب العربية والشعوب التي تهتم بالسلام في الشرق في العالم أن تهتم بقضية العرب وهي قضية فلسطين، لأنها القضية تهمنا نحن أولا قبل أن تهم الفلسطينيين، لأن القدس لنا لا لغيرنا كما قالت السيدة فيروز. أشنا هي الرسالة اللي كتوجهها الآن الشعب الفلسطيني؟ مزيد من الصمود في وجه القوى التي تكالبت عليه، والمزيد من الاتحاد. وأطالب وأوجه نداء بالخصوص إلى حركة فتح وحركة حماس للاتحاد، لأن الاتحاد قوة، وهذا في واجب ديننا الإسلامي الذي يأمرنا بالاتحاد، وكفانا من اللامبالاة، وكفانا لأن القدس ستذهب عنا. ترى تعتبروا بأن الشعب الفلسطيني والشعب اللي ترزح تحت نير الاستعمار، والاستعمار النوخس اللي تجلى أساسا في الصهيونية، الصهيونية اللي هي حركة شيطانية شبيهة إلى حد ما بالاستعمار اللي كان في جنوب أفريقيا في مرحلة معينة. ولكن بالنسبة للشعب الفلسطيني، رغم هذا الاستعمار الشيطاني ما بقاش مكتوب في إيدي، قام حركات ذات المقاومة عبر التاريخ قبل حركة فتح اللي تبقات في الستينات،
كانت حركات اللي قبلها، ولكن الشرارة الثورية قطع حركة فتح تقريبا بعد قلنا في الستينات، خاصة بعد الهزيمة تاع 67 اللي كتبت المعارك، ومنها معركة مثلا الكرامة اللي حاولات باش مثلا فتح مثلا حركة فتح تكون هي هي الأداة المقاومة للاستعمار وترجع الكرامة للشعوب مثلا العربية، بحيث أن كانت هناك انتكاسة للشعوب الديمومة العربية بعد 67، ولكن المقاومة تاع الشعب الفلسطيني بقيادة حركة فتح حاولت باش ترجع الكرامة للشعوب العربية والفلسطينيين، ولكن رغم مثلا هذه المقاومة طلقوا بأن كاين تهجير للشعب الفلسطيني، بحيث أن هنالك بغينا نقولوا كاين واحد المجموعة من الفلسطينيين تتعيش مثلا بالخارج، إما في الكويت إما في اللاجئين وتيسموهم هذو فلسطينيين مثلا الشتات ولا شكرا. وبالنسبة للمغرب كظن بأنه قام بشي مساندة لهذا بالنسبة بالنسبة للمغرب وخاصة الحركة التقدمية، الحركة التقدمية المتمثلة أساسا في الأحزاب الوطنية الديمقراطية ولا حتى الحركات الطلابية ولا الحركات مثلا النقابية كانت تعتبر القضية الفلسطينية بأنها قضية وطنية. نعم واش كاين شي مد قضية وطنية، وكاين مناضلين في الحركة التقدمية اللي استشهدوا في فلسطين، وكاين مناضلين اللي كانوا مقاومين على الشعب الفلسطيني، ومن هو تحمد بن جلوم دوكا المغرب اللي هو مثلا الكاتب العام تاع حزب الطليعة، كان من المناضلين اللي حاملين السلاح مع الشعب الفلسطيني، وهنالك مجموعة من واش كاين شي بعثات عسكرية مثلا هكا في فلسطين؟ كانت في حرب 70 الشعب المغربي والجيش المغربي مشى خدا مثلا معركة مع الجيوش مثلا العربية في سوريا، وبأن الجيش المغربي بلا البلاء الحسن في هذه المعركة اللي كانت يعني موجود كانت موجود الجيش المغربي كان في حرب السبعينات كان متواجد وكانوا شهداء. نعم شهداء من دول يعني المغرب لم يدخل بجهوده، بل ان حتى بغينا نقولوا فهد الحسن الثاني الله يرحمه كان الشعب المغربي في هذيك التذكيره تاع السينما تأدي واحد يقتطع منها واحد المبلغ مثلا معين اللي تيمشي للشعب الفلسطيني. نعم وحتى في بعض المواد مثلا الغذائيه مثلا في هذه المرحله كان واحد جزء من هاد المواد من هاد السوري تيمشي. واش كاين شي خلاف ما بين الفلسطينيين؟ واش كاين شي تعارض؟ لا هو الخلاف كاين، غير يعني انت سيدي هضرتي لنا غير على فتح، يعني تم اقفاء حماس، يعني ما هضرتيش على حماس، مني هضرتي على المغاربه، هضرتي على حزب الطليعه، ما هضرتيش على المكونات السياسيه الاخرى والنقابيه. يعني كان سيديتي النقابه نتاع سيديتي انا تنقل كانت كاع النقابات نتاع العالم العربي كلها اتفقت باش دير يوم تاع الاضراب صعيد العالم العربي، وقال النقابات في العالم العربي كلها ما خذلات هاد المواعيد الا سيديتي النقابه الوحيده اللي خاطر